فوق جبال أراكات وعلى ارتفاع ما يقارب 3800 متر. هذه الثلوج فوق جبال أراكات. أبو مياس شو تقول؟ شلون الوضع؟ يا بس شنو رأيك في السفرة مالتك؟ حلوة؟ ايش تنصح الأصدقاء؟ والله أعرفهم الكل أرمينيا مع أرارات للسياحة. يعني راضي عن أرارات للسياحة. الله يخليك. الأخ من أحد السواح القادمين من دولة الأرمينية.